بلدية رام الله عفوا تنظم للسنة الأولى سوق رمضان. وللتعرف أكثر على هذا السوق وللتفاصيل حول هذا السوق، اسمحوا لي أن أرحب بضيفتنا عبر الخط الهاتفي مرام توطح، مسؤولة الإعلام والبروتوكول في بلدية رام الله. يسعد صباحك ويعطيكم ألف عافية. صباح الخير هديل، وصباح الخير لكل المستمعين. تحياتي لك. يعني اليوم بدنا نحكي عن سوق رمضان لسنته الأولى في مدينة رام الله واللي بتقوم عليه بلدية رام الله. مرام، نحكي شوي عن السوق، عن فكرته وعن إقامته. طبعا بداية كل عام وأنت بخير هديل، وكل عام ومستمعينا بخير كمان. بلدية رام الله أضاءت فانوس رمضان يوم الثلاثاء الماضي استقبالا للشهر الفضيل مع أهالي وزوار المدينة باحتفال شعبي في البلدة القديمة بجانب دار بلدية رام الله، واستكمالا باستعداداتها لحلول الشهر الفضيل. أيضا ستنظم بلدية رام الله من السادس وحتى الثامن من نيسان وحتى العاشر من نيسان سوق رمضان، وسيكون أيضا في البلدة القديمة في الساحة المقابلة لفرح الشهداء. نعم، يعني نحكي عن طبيعة هذا السوق والهدف منه كمان، هل يقتصر على منتجات معينة أم ماذا؟ نعم، هذا السوق هو سيختص بالمشروبات والمأكولات اللي تقدم في الشهر الفضيل، وأيضا بالزينة لشهر رمضان وزينة عيد الفطر. هذا السوق يعني فتحنا الباب للمشاركة للمواطنين، لأصحاب المشاريع الصغيرة، للنساء للمشاركة، أيضا جمعيات الخيرية للمشاركة في هذا السوق من خلال التقدم بطلب تم الإعلان عنه على موقعنا الإلكتروني وأيضا على صفحة على الفيسبوك للمشاركة في السوق بأي منتجات أو مشغولات ومأكولات تختص بهذه المناسبة. وسيكون على مدار الأيام اللي ذكرناها في النصف الثاني من الشهر الفضيل، وأيضا سيكون على هامش هذا السوق هديل مجموعة من الفعاليات للأطفال والكبار في الساحة المقابلة لفرح الشهداء في بلد القدم. نعم، يعني مرام، هل يقتصر هذا السوق أيضا المشاركين على يعني جهة معينة؟ هل يقتصر فقط على النساء العاملات، النساء الرياديات ذات المشاريع، يعني أم ماذا على كافة يعني الفئات المجتمعية؟ لا، هو بالفعل تم الفتح دعوة عامة لأي حدا بحب يشارك في هذا السوق بعرض منتجاته والتعرف عليها. الهدف من هذا السوق هديل، إن كان سوق رمضان أو سوق عيد الميلاد أو غيرها من أضواء سوق الحرجة، هو دعم المنتج المحلي بالدرجة الأولى. ثانيا، التسويق لمنتجات احنا ما بتكون عارفين عنها، يعني غير موجودة على رفوف المحال التجارية، نقدر نتعرف عليها من خلال هاي الأسواق، وندعم الأيدي الفلسطينية، ندعم نسائنا، ندعم شبابنا كمان، لأن كثير من هاي المشاريع وهاي المنتجات تكون من صنع كمان شباب عم بيفتحوا مشاريعهم الخاصة، فمن واجبنا كمان إنه ندعمهم إن كان كجهة منظمة وأيضا كمواطنين في الإقبال على شراء هذه المنتجات والتعرف عليها من خلال هاي الأسواق. نعم، يعني لكل حد حابب يشارك في هذا السوق أو هذا المعرض، خلينا نحكي عن طرق المشاركة والتواصل معكم، وأيضا هل في شروط معينة؟ نعم، بالطبع إنه الشروط الصحة والسلامة العامة والمعايير السلامة العامة هي الأساس في قبول أي منتج للمشاركة في مثل هذا السوق، هذا بداية. ثانيا، أي شخص بحب يشارك في هذا السوق يستطيع من خلال تعبئة النموذج اللي معلن عنه على صفحتنا على الفيسبوك رام الله المستلتي أو بلدية رام الله، وأيضا على الويب سايت تبعنا رام الله دوت سي اس، بيقدر يدخل ويعطي البيانات تبعته ويحط صورة عن المنتجات تبعته، وبعدين بيكون في لجنة تختار الأشخاص المشاركين والمنتجات المشاركة بحسب المعايير اللي حكينا عنها. نعم، يعني مريم، خلينا نستغل وجودك اليوم معنا. بلدية رام الله دائما بتسعى لتقديم الأفضل للمواطنين كافة، مش بس يقتصر على مواطني رام الله من خلال الخدمات والخدمات يعني المختلفة. هل يوجد هناك أي برنامج معين ستقوم عليه البلدية خلال شهر رمضان؟ بالطبع البلدية كما ذكرنا أنارت فانوس رمضان في 21 آذار، السوق سنفتتحه ب 6 نيسان. طبعا بنحب المواطنين إنه يضلوا متابعين معنا
يشوفوا البرنامج اللي بنزل على صفحتنا على الفيسبوك وبتم الإعلان عنه. أكيد خلال الشهر الفضيل واستكمالا بالشهر الفضيل قمنا بتزيين شوارع المدينة. هلا اللي بيمشي في مدينة رام الله بيشوف الزينة الجميلة اللي قامت فرق بلدية رام الله فرق الكهرباء في تزيين المدينة فيها، ومن ضمنها زينة جديدة أيضا تم اختيارها للشهر الفضيل. فبرنامجنا متواصل أكيد أيضا مع باقي الأطراف في المحافظة لتنظيم الأسواق وأيضا التأكد من معايير السلامة والصحة في المدينة وبالأخص في المطاعم والمحلات التجارية. نعم، لهون اسمح لي مريم بدي أشكرك، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، بدي أشكرك لوجودك اليوم ويعطيكم ألف عافية وكل عام وأنتم بألف خير. كنت معنا عبر الخط الهاتفي مريم توضح مسؤولة الإعلام والبروتوكول في بلدية رام الله.